السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أتشرف بالمشاركة في الملتقى الوطني الافتراضي حول الاقتصاد الأخضر، وجهة المؤسسات نحو تطبيق ممارسات تسويقية حديثة لإرساء مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة، بمداخلة تحت عنوان إشكالية تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبني الاقتصاد الأخضر، عرض تجارب دولية. للمتحدثة والي خولة. حيث تكمن أهمية المداخلة في ضرورة تبني الاقتصاد الأخضر كآلية لإرساء مبادئ التنمية المستدامة. ففي ظل التطورات والتغيرات العالمية وما يصاحبها من أزمات ومشاكل على جميع الأصعدة الاقتصادية، كالأزمات المالية الاجتماعية كالفقر، انتشار الأمراض وضعف القطاع الصحي، البيئية كالتلوث البيئي والتصحر، ما دفع بالبحث عن تقنيات وسبل تساعد على حل هذه المعضلات والوقوف في وجه الصدمات الاقتصادية. من هنا ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر أحد الأوجه الجديدة للاقتصاد الحديث، الذي يهدف للمحافظة على البيئة بغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ما سبق. ومن خلال ما سبق تتضح إشكالية الدراسة في التساؤل التالي: ما مدى مساهمة الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة؟ أما عن مفهوم الاقتصاد الأخضر فهو يعتبر ذلك الاقتصاد الذي ينتج فيه تحسين رفاهية الإنسان والمساواة الاجتماعية، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية ومن الندرة الإيكولوجية للموارد. يمكن أن ننظر إلى الاقتصاد الأخضر في أبسط صوره على أنه يقلل من الانبعاثات الكربونية وتزداد في كفاءة استخدام الموارد. أما عن خصائصه فهو يعتبر أداة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تسيير التكامل بين أبعادها الأربعة: الأبعاد البيئية، الاجتماعية، الاقتصادية والتقنية والإدارية، وسيلة لفرض قيود تجارية مثل الإعلانات الضارة بيئياً، التركيز على كفاءة الموارد البشرية وعلى أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام. حتى تتحول الدولة من اقتصاد متخلف أو راكد إلى اقتصاد أخضر مزدهر قليل الانبعاثات ويحافظ على البيئة، لابد لها من الالتزام بما يلي: قيام الدولة بتنمية المناطق الريفية وتحسين مستوى المعيشة لدى سكان الريف، ترشيد الاستهلاك والعمل على الحفاظ على الموارد البيئية ومنعها من التلوث، وقيام الدولة بالتصدي لمشكلة النفايات والعمل على معالجتها وإعادة تصنيعها مرة أخرى. أما عن مفهوم التنمية المستدامة فهي ذلك النشاط الذي يؤدي إلى الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر، مع الحرص على الموارد الطبيعية المتاحة وأقل قدر ممكن من الأضرار والإساءة إلى البيئة. ولكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية البيئية جزء لا يتجزأ من أهمية من عملية التنمية، ولا يمكن أن تكون بما لا يمكن تفكير فيها بمعزل عنها. أما عن أبعاد التنمية المستدامة، هناك ثلاث أبعاد رئيسية: البعد الاقتصادي والذي يشير إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة في توزيع الثروة، كذلك يهتم بالعمل على إيقاف تبديد الموارد الاقتصادية الباطنية والسطحية والحد من التفاوت في المداخيل والثروة، فضلاً عن الاستخدام العقلاني والرشيد للإمكانيات الاقتصادية. أما البعد الاجتماعي، يشير هذا البعد إلى تحقيق العدالة في التوزيع، إيصال الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم إلى محتاجيها، وكذلك إلى تحقيق المساواة والتماسك الاجتماعي. أما البعد البيئي، يشير إلى المحافظة على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية وتجنب الاستنزاف الزائد للموارد غير المتجددة. وتكمن أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الأهمية الاجتماعية، حيث أن الاقتصاد الأخضر محور لإزالة الفقر، يعمل على خلق فرص العمل ويحقق العدالة الاجتماعية، ومن خلال الأهمية الاقتصادية والبيئية يعمل على استبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المستدامة وتقنيات منخفضة الكربون وتوفير معيشة حضرية أكثر استدامة. وعن تجارب الدول العربية والغربية في مجال الاقتصاد الأخضر، هناك عدة تجارب غربية وعربية رائدة في هذا المجال. من أهم التجارب الغربية تجربة أمريكا، حيث يمكن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي في مرتبة الصدارة في التجارب الناجحة والمتفوقة في مجال الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة في مجال الطاقة الشمسية والتي لها إمكانيات كبيرة فيها، خاصة في المناطق الجنوبية، ويعود الفضل في نجاحها إلى الدعم المالي الكبير من قبل وزارة الطاقة الأمريكية للبحوث في هذا المجال. أما عن التجارب العربية فتعد تجربة المغرب أهمها،
من خلال توليد طاقة الرياح منذ سنة 2000 بمحطة قدرها 500 ميجاوات، تبعتها استثمارات في الطاقة الشمسية بأشكالها المختلفة. ويتوقع المغرب تأمين 42 من حاجاته الطاقوية من مصادر متجددة في السنوات القادمة. كما أن الاقتصاد الأخضر حاضر في المغرب في تصور المصانع والمدن، حيث افتتحت مجموعة تارون ونيسان في مايو 2012 مصنع للسيارات في طنجة، تعتزم أن تكون انبعاثاته صفر كربون، عدم طرح أي مياه صناعية في الطبيعة، تقليص استعمال الماء بنسبة 70% وإنتاج طاقة الرياح والكتلة الحيوية. ومن جهة أخرى سيتم بناء 15 بلدة جديدة حسب مفاهيم الاقتصاد الأخضر. وفي ختام المداخلة، ومن خلال هذه الدراسة تم تسليط الضوء على مفهوم الاقتصاد الأخضر الذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة من خلال تشجيع الاستثمار في البيئة كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما أنه يعتبر الحل الأمثل والأنسب للخروج من الأزمات الاقتصادية والبيئية العالمية لما له من تأثيرات إيجابية اقتصادية كانت اجتماعية أو بيئية. وهذا ما لاحظناه من خلال التجارب الناجحة لمعظم الدول العربية والغربية في هذا المجال، التي عملت على دفع عجلة النمو الاقتصادي الأخضر وتعزيز الاندماج الاجتماعي مع الحرص في الوقت ذاته على استعمال النظم الإيكولوجية. وعليه فالاقتصاد الأخضر يعد الخيار المثالي لدمج الاعتبارات البيئية في أي نموذج أو سياسة أو مشروع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها. شكراً على حسن الإصغاء والمتابعة.